السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم أخوات الكريمات؟ إن شاء الله اليوم غادي نحضروا المخنفر. غنوريكم الطريقة اللي كنستعمل أنا باش كنحضر بها المخنفر، يعني كيجي خفيف ورائع. فكنحتاجوا إن شاء الله نصف كيلو ديال الفرينة. بإمكانكم أنكم تستعملوا يا إما الدقيق الأبيض أو الدقيق ديال القمح. عندنا واحد الملعقة صغيرة تاع السكر، ملعقة صغيرة تاع الملح، وملعقة صغيرة تاع الخميرة المذابة، وإن شاء الله الماء دافي. غادي نبدأ إن شاء الله. يعني السكر باش كنساعدو داك المخنفر ديالنا أنه يتحمر، ملعقة صغيرة ديال الملح. الملح كتبقى على حساب الذوق، كل كيدير الكميه اللي تتوالمو. عندنا ملعقه صغيره تاع الخميره سريعه التوابل. فان شاء الله غادي نبدا. بسم الله. فكنعجنو العجينه بهذه الطريقه، فهي تتكون خفيفه بحال العجين تاع البغريت، وفي نفس الوقت كتكون ثقيله، يعني ماشي خفيفه ماشي ثقيله. كنستمروا بهذه الطريقه هذه. اللي عندها الماكينه تقدر تخلطها في الماكينه، يعني غتكون اسهل. بهذه الطريقه هذه كندلكوها وكنخدموها في نفس الوقت. نزيدو ليها الماء حتى نحصلو على الكونسيستونس اللي بغينا، يعني حتى الخطورية اللي بغينا في العجينة. هي كيف قلت هي ما تتكونش يعني خفيفة بحال العجينة تاع البغرير، لأن راه كتجي ما بين خفيفة وثقيلة تقريبا بحال هكا. هادي دابا خصني ندلكها، فان شاء الله ملي غادي ندلكها غادي نخليها تخمر المده ديال جوج سوايع ونطلقها. من بعد اخواتي خليناها ترتاح جوج سوايع فخمرات، فغادي نمر ان شاء الله باش نوريكم طريقه الصياد. فمن بعد ما حطينا المقله تسخن كنرشوا بشويه الزيت، كنبداو ان شاء الله بهذه الطريقه هذه، لان كنحاولوا نحطوها في نفس الوقت نقادوها. هي تتكون ما هي ثقيله ما هي خفيفه، يعني تقريبا بحال عجينه تاع البغرير، هي شويه ثقيله عليها. من بعد ما كنقادوها بحال هكا نديروا النار على، يعني تكون متوسطة، ونتسناو عليها طيب. فكيجي هائل، يعني بعض المناطق في المغرب تيسميوه الماوي لأنه تيجي خفيف بزاف. فما تنخليوهاش حتى تتقب كاملة، غير شوية تشد من التحت ونقلبوها. إن شاء الله نشوفو شدت عندي أنا، أييه هاك تشد من التحت. كنقلبوها بهذه الطريقة، نعاودو نرشوها تاني بالزيت بحال هكا حتى كنكملو كاع إن شاء الله كاع الحصة اللي عندنا. فأخواتي الكريمات، فالمخنفر ديالنا كيجي بهذه الطريقة هذه، كيجي خفيف ومخرج من الداخل بهذه الطريقة، يعني ما بين الشيير وما بين البغرير، رائع. قدبوه مع الزيت البلديه وعسيله، وبالصحه والراحه، ونتمنى انه يعجبكم وتجربوا الوصفه.